إذن تحية طيبة لكم المتتبعي قناة شوف تيفي. من خلال المباشر حنا تنتواجدوا في مسرح الجريمة واللي عرفت حي السعادة هنا في مقاطعة الإزديار أو حي السلام على العموم. جريمة من نوع آخر، يعني كان صراع ربما على المخدر بين ثلاثة ديال الأفراد، اللي كانت واحد يعني عراك أو صراع ما بين هاد الافراد اللي تسبب انه هذاك الشخص، واحد الشخص تقريبا العمر ديالو تيتجاوز ما بين 36 ولا 40 سنه، اللي تم الالقاء به من الطابق الثالث من هاد العماره. تشوفوا الان من خلال المباشر متتبعي قناه شوف تيفي، يعني الحيثيات الواقعه تقريبا وقعت هذه الساعتين، يعني بعد منتصف اليوم. يعني كان شي عراك على مخدر لربما بين ثلاثه الاشخاص داخل شقه هنا في بالقرب من هذه العماره كي تشوفوا بمقاطعه حي السلام. في هذه العمارات هنا اللي كان الضحيه ديالها واحد الشخص في العمر ديالو تقريبا ما بين 36 حتى 40 سنه. يعني فور العلم او العثور على الجثه، يعني صرعت المصالح الامنيه والشرطه العلميه وكذلك المصالح مختلف المصالح الامنيه للعين المكان وكذلك السلطه المحليه باش انه تسويق المكان، تسويق مسرح الجريمه والعمل على اخذ العينات ويعني ونقل الجثه الى مستودع الاموات بناء على تعليمات النيابه العامه من اجل اخضاعها للتشريح الطبي بعد يعني هذه الواقعه اللي وقعت. الساكنه لربما حدود الساعه يعني باقي في الصدمه او اثر الصدمه، لانه تنعرفوا انه نهايه الاسبوع الناس يكونوا يعني يكونوا مع العائلات ديالهم مع في المنازل ديالهم، فاذا به هذه الواقعه اللي وقعت اللي رفعت يعني صفصف يعني هذه الواقعه اللي يعني اللي تسببت يعني في الهلع والخوف وسط هاد الساكنه هادو، اللي ما كانش يتوقعوا بانه هاد الجريمه هادي تكون بهاد البشاعه، خصوصا انه كما المعلومات اللي متوفره بانه الصراع ربما كان على قطعه ديال المخدر بين هاد الناس هادو، يعني بثلاثه ديال الاشخاص داخل هاد الشقه هادي هنايا بهاد بالقرب من هاد العماره كما تشوفوا متتبعينا. يعني المصالح ديال الشرطه التقنيه والعلميه اللي حلت بعين المكان من اجل مسح اثار الجريمه واخذ جميع المعطيات اللي مترتبه عليها. يعني كان ربما كان شي عراك حاد ما بين الاشخاص داخل هذه الشقه، كان السبب ديالها انه تكسير جميع الاجهزه المنزليه بهاد الشقه هذه اللي بالقرب من هذه العماره كما تشوفوا الان. يعني الان يعني مجهودات متواصله باش يتم مسح كما تشوفوا تنظيف مكان وقوع الجريمه كما تشوفوا من خلال هذا المباشر. ويعني مازال يعني وتطويق مكان الجريمه. تنعرفوا بانه الاشخاص ربما انه المعلومات المتوفره لحدود الساعه انه كان صراع على قطعه مخدر وربما يمكن جوان، كان السبب ديالو انه ربما صراع ما بين ثلاثه ديال الاشخاص ومنهم الضحيه اللي يعني لقى بنفسه او تم الالقاء به من الطبق الثالث. وكانت يعني الفاجعه هو انه الفضل الانفاس ديالو الاخيره في المكان اللي تنشوفوا الان، يعني المكان اللي تينظف فيه هذاك حارس العماره الاثار ديال الجريمه. على العموم يعني الساكنه اللي كانت تتوقع بانه هذه الجريمه توقع في هذا المكان، خصوصا تعرفوا ان هذا الحي هو هادئ ويعني ما كاينش الحركيه كبيره، وحنا في هذه النهايه ديال الاسبوع اللي ما تتكونش واحد الحركه كبيره، تنكون عارفوا بانه الاشخاص تيكون في المنازل ديالهم او تيكونوا تيتفضلوا انهم يقضيوا نهايه الاسبوع مع العائلات ديالهم النواحي ديال المدن. يعني الخلاف شجار حاد ما بين ثلاثه ديال الاشخاص داخل الشقه بالطابق الثالث كان السبب ديالو
هاد الجريمه كما تشوفوا الان من خلال هذه المباشره اللي حنا في المسرح الجريمه بطبيعه الحال بمقاطعه حي السلام القريبه من يعني من اكبر المناطق يعني اللي هنا منطقه يعني اللي تتعرفوا على العمارات يعني اكتظاظ ديال العمارات هنا بحي السعاده المعروف هنا بمدينه مراكش. الشخص اللي تم اللي لقى بنفسه او تم الالقاء به من العماره هو يعني اللي تيبلغ من العمر تقريبا ما بين 36 حتى 40 سنه، ويعني وكان ربما هو تنحدر من دوار زيكي اللي قريب كذلك من هذه المقاطعه تابعين بطبيعه الحال مقاطعه النخيل كما سبقنا وذكرنا. ربما انه هاد الاشخاص كانوا داخل هاد الشقه يمكن مدوزينها انه الليله ديالهم في هاد المكان هذا، فاذا به وقعت الواقعه. ربما داك الشجار كان سبب في يعني لهاد الواقعه، على ما اظن بانه المعلومات اللي اتفرنا عليها بانه اما تم الالقاء ديالو من طبق ثالث او انه القى بنفسه من الطبق الثالث، وكان السبب فقط هو المخدر جوان، ربما على ما اظن جوان ما بين هاد ثلاثه الاشخاص اللي تم تكسير يعني جميع الاثاث المنزلي، يعني كاع اللي تتوفر داخل هاد الشقه تم التكسير ديالها بشكل تام. يعني المعطيات هذه المعطيات المتوفره لحدود الساعه بخصوص هذه الواقعه هذه كما سبقنا وذكرنا متتابعينا من خلال هذا المباشر. تنعرفوا هذه الاحياء اللي تتكون هادئه في نهايه الاسبوع، يعني الحي سعاده معروف مدينه مراكش يعني من الاحياء الهادئه اللي ما تيكونش فيها صدمة كبيرة كما سبق وذكرت من خلال المباشرين المتتابعين بأنه كان صدمة بالنسبة للساكنة. تنعرفوا بأنه في هذا اليوم وخصوصا يوم الأحد وبداية الأسبوع بأنه الناس تحاولوا أنه في هذه نهاية الأسبوع أنه يقضوا أغلبة الأوقات مع الأفراد ديال العائلة ديالهم، مع الأبناء، مع العائلة سواء الصغيرة أو الكبيرة، حتى وقعت هذه الواقعة اللي يعني كانت صدمة بالنسبة للساكنة. المعلومات المتوفرة بأنه عراك أو شجار أو خصام ما بين ديال ثلاثة ديال الأشخاص، كانت الضحية ديالها شخص اللي تبلغ ما بين العمر 36 حتى 40 سنة اللي تنحدر من دوار زيكي، قطعة مخدر. السبب هو قطعة مخدر، كان سبب نشوب هذه الواقعة أو الجريمة. المعلومات المتوفرة بأنه ربما أنه لقى بنفسه من الطبق الثالث، أو أنه تم يعني الإرغام على الإلقاء بالنفس ديالو من الطبق الثالث. إذا هذه المعلومات لحدود الساعة اللي استقيناها أو تم اللي قدرنا أننا نوفروها لكم متابعينا. الساكنة اللي مازال كما سبقنا وذكرنا بأنه مازال في صدمة كبيرة، ما متوقعش بانه هذه تعيش هذا الحي، هذا الحي الهادئ اللي معروف بالسكون، انه يعيش هذه الجريمه هذه. على العموم الشرطة العلمية والتقنية تابعة لولاية أمن ومختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية بحير الرياض اللي صرعت العين المكان تطويق مكان الجريمة وأخذ العينات اللازمة لنقل جثة يعني المتوفي او الضحيه الى مستودع الاموات بابواب مراكش بناء على تعليمات النيابه العامه بطبيعه الحال من اجل اخضاع للتشريح الطبي للوقوف على الاسباب وملابسات الواقعه او الجريمه ان صح التعبير. حدود الساعة ربما أنه سبب الخلاف أو الشجار اللي كان حاد ما بين هاد الأشخاص هو اللي كان سبب في هاد الواقعة، للشخص اللي إما لقى بنفسه من طبق ثالث أو تم الإلقاء به. كان ثلاثة الأشخاص داخل الشقة في هذا المكان هذا، في هذا المكان، في هذه العمارة هذه، كانوا ثلاثة الأشخاص اللي يعني اللي كانوا ربما أنهم جالسين قاعدين يعني تشتد يعني الكلام
وشد العراك يعني بيناتهم يعني ما بين هاد ثلاثة الأشخاص بسبب مخدر. يعني حسب المعلومات المتوفرة ما بين هاد ثلاثة الأشخاص كان السبب ديالو هو هاد الواقعة أو جريمة اللي تشاهدوا معنا من خلال المباشر. وحنا تتواجدوا بعيد المكان باش نقربكم من آخر المعطيات والتطورات ديال هاد الواقعة كما متابعين معنا متتابعينا من خلال هذا المباشر بحي الرياض بمدينة مراكش. يعني هو من هذا الهالك من مواليد 1984 اللي تنحدم من دوار زيكي ومقيم بهذه الاقامه هذه العماره بالضبط. كانوا بالرفقه ديالو يعني جوج الاشخاص اخرين اللي كان السبب ربما في هذه الجريمه اللي وقعت بهذا المكان. على العموم المصالح الامنيه اللي تمكنت من لقاء القبض على شخص واحد فيما يعني الاخر ربما مازال ما تمش العثور على الشخص الثالث او الثاني اللي كان يعني في الشقه رفقه الهالك يعني والموقوف يعني اللي تم توقيف ديالو. على العموم كما سبقت وذكرت بانهم هذا الشخص من مواليد 1984 تنحدم دوار زيكي والقاطن بهذه العماره هذه بحي الرياض بمقاطعه حي الرياض السلام. يعني في منتصف اليوم يعني بعد يعني حوالي الساعه الثالثه او الثالثه والنصف كانت يعني هذا المكان عرف انه شخص تم يعني القبض نفسه من الطبق الثالث او تم او تم الالقاء به من الطبق الثالث. يعني المصالح الامنيه مشكوره يعني قامت بمجهود كبير باش انه توقف الاشخاص اللي كانوا بالرفقه ديالو داخل هذه الشقه هذه. المعطيات اللي متوفره لنا بانه ربع كيلو يمكن من الكوكايين اللي كانت داخل هذه الشقه هذه ويعني ومطرقه وسكين ما عرفناش الحجم ديالو. يعني الشرطه العلميه عثرت على ربع كيلو تقريبا ديال من الكوكايين داخل هذه الشقه هذه بالاضافه الى المطرقه وموس. ويعني كانت يعني اسباب حقيقيه واقعيه انه باش يكون اثر ديال الجريمه او اسباب ديال الجريمه. على العموم كما سبقنا بانه لهذا الشخص من مواليد 1984 تنحدم دوار زيكي والقاتل داخل هذه العماره هذه. يعني كان ربما كان شجار ما بين هاد الاشخاص الثلاث اللي تمكنت بطبيعه الحال المصالح الامنيه من القاء القبض على واحد منهم. فيما مازال البحث جاري على الشخص الثاني اللي كان برفقه الهالك اللي هاد الشخص اللي يعني لقى بنفسه من الطبق الثالث او تم الالقاء به من الطبق الثالث. على العموم يعني المصالح الامنيه اللي عثرت على تقريبا ربع كيلو من الكوكايين بالاضافه للمطرقه وموس هما اللي يعني ما كانش يعني المعطيات المتوفره بانهم كانوا جالسين تحت يعني كان واحد الشجار حد ما بين هاد الاشخاص ربما على ديك الكوكايين كان سبب ديال هذه الجريمه هذه. على العموم شكرا لكم متابعينا وتحياتي لكم من خلال هذا المباشر. هذه اخر تطورات يعني الواقعه او يعني الوفاه ديال الشخص اللي تبلغ من عمر 36 حتى 40 سنه تنحدر من دوار زيكي وقاتل داخل هذه العمارات اللي كانت يعني المصالح الامنيه عثرت على تقريبا ربع ديال كيلو ديال الكوكايين بالاضافه الى المطرقه ويعني وسكين. كانوا بالرفقه ديال جوج ديال الاشخاص كانت احتدم بيناتهم الصراع والعراك كان سبب ديالو انه هذاك الشخص اللي لقى بنفسه من الطبق الثالث او تم الالقاء به. على العموم هذه اخر المعطيات شكرا لكم متابعين تحياتي لكم. نهاية أسبوع موفق للجميع.